Unfortunately, we didn't beat the Kyrgyzstan. We try to do our best. مع الأسف لم نهزم قرغيزستان. فعلنا ما بوسعنا. كانت لدينا العديد من الفرص الخطرة وسيطرنا على المباراة طوال 90 دقيقة وقاتلنا حتى نهاية المباراة، ولكن لم نتمكن من التسجيل لتسجيل هدفين. لا يمكنني أن ألوم اللاعبين، فقط خطأ واحد من إبراهيم وخالد هذا سبب عدم الفوز ولم يؤهلنا للمرحلة القادمة. Use it and equalize, of course, and unfortunately we didn't qualify for the next stage. Solutions is more hard work in the club. Solution is. الحل هو نحتاج لعمل شاق في الأندية. الحل ليس بالعمل الفردي، لأننا حاولنا عمل أفضل ما لدينا. جهزنا المنتخب لهذه الثلاثة مباريات. ربما ضد السعودية في آخر 20 دقيقة تفوقوا علينا. أما مع تايلاند كنا الأفضل. كذلك اليوم. كنا الأفضل ووصلنا للمرمى، لكن هذه هي كرة القدم. الآن ليس الوقت للحديث عن الحلول المقبلة. في الاتحاد يعلمون ما هي الحلول ولديهم الأفكار والخطط وسوف ينفذونها. ينتهي عقدي في الأول من فبراير ولم يذكر لي أحد بخصوص التمديد، ولأنه في العادة إذا كانوا يودون تمديد العقد كانوا سيفعلون ذلك قبل البطولة، وبالنسبة لي كل شيء واضح. بالطبع لا أتفق مع تصريح تتعلق بالانتقاد، لأنه يجب أن نكون حذرين حين ننتقد اللاعبين لأنهم فريق المنتخب. لديهم شخصيات، ليسوا صغارا ولديهم شخصية وهم حساسين لأنهم يبذلون قصارى جهدهم في الملعب. Put on their heart on the field. Of course, I understand that some coaches change. بالطبع أعلم بأن بعض المدربين يغيرون خطط اللعب خلال المباراة ثلاث أو أربع مرات بين مباراة وأخرى. هذا ليس جيدا. كل مدرب لديه فلسفته الخاصة ولدي فلسفتي التي أسعى لتحقيقها بطريقة لعبنا الخاصة، ولا أخاف أي فريق. لم نفز لأننا لم نفز، هذه هي كرة القدم. نعم أنا هو المدرب، لا توجد لدي عصا سحرية، ربما بعض المدربين لديهم. لا أتوقع بأن هناك مدرب يمتلك عصا سحرية. بالطبع كنت أتوقع نتائج أفضل، دائما الأفضل، لكن الأمر ليس بيدي. ماذا أفعل؟ أرجوك ساعدني. إذا كانت هذه الثلاث مباريات ليست جيدة ولم نتأهل وهي كارثة، ونرمي هذه الأربع سنوات، هؤلاء هم اللاعبون. تعلم في أي مستوى كانوا وتعلم كيف هم الآن. نعم أنا راضي لأنني حققت تقدم كبير، وربما يجب أن ترى دورينا هو الدوري الأضعف في آسيا. أدري إن كنت تعلم هو الأضعف. بالنسبة لي ليست لدي مشكلة كبيرة، هذا ما يجب أن تسألوه للاتحاد وفي الأندية. الشيء الذي فعلته فقط أود أن أقول شكرا للاتحاد، للجمهور، للاعبين. استمتعت بالعمل معهم وكنت راضيا جدا بما قدمته لهم.